Hello, good morning, my dear student. How are you? Today, inshallah, we are going to training reading from page 38. Please open your student book at page 38. اليوم يا تالت إن شاء الله رح نتدرب على reading اللي هي زي ما أنت شايف reading من صفحة 38 لكتاب الملون. افتح لي كتابك يا تالت على صفحة 38. بدنا اليوم نتدرب على picture 1 and picture 2. اوكي يلا يا مثل الكل فتح كتابه، رح ابلش اقرأ لك، رح اقرأ واشرح يعني هاي مشان انت تستمتع. طبعا عنوانها our African safari اللي هي مثل رحلتهم بالسفاري، يعني السفاري تاعتهم احنا اصلا عنها بنقول بالعربي سفاري اللي هي مثل الرحلة زي يعني سفاري. اوكي يلا رح ابلش قراءة. Stella's mom and dad are planning a summer trip. The weather is warm. It is perfect for a trip. Their plan is to take the family on an African safari in June. They have some things to take on the trip and other things they will have to buy. The family is excited. رح أشرح لك هلأ. بحكي لنا Stella's mom and dad يعني إمها وأبوها لستيلا are planning a summer trip، إنهم بخططوا لرحلة في الصيف، تمام؟ trip اللي هي رحلة. The weather is warm، إنه الجو دافئ. It is perfect for a trip، إنه هلا مناسب أو ممتاز، وضع ممتاز perfect للرحل. Their plan، إنه خطتهم to take the family، مشان يأخذوا الفاميلي على an African safari in June، إنهم يأخذوهم على أفريكان اللي هي أفريقيا مس، والسفاري اللي هي زي الأدغال مثل إشي يعني مثل الغابة إشي مثل هيك في جون اللي هو شهر 6، تمام؟ إذا ملاحظ هون عنا بالصورة إنهم هم هلأ بشهر 5 بخططوا قاعدين لرحلة بشهر 6، تمام؟ بحكي لنا they have some things to take on a trip، إنهم هم بدهم ياخذوا بعض الشغلات في الرحلة أو للرحلة and other things، والمزيد من الأغراض أو الشغلات they will have to buy، بدهم يشتروها، يعني بدهم ياخذوا شغلات معهم من البيت وفي شغلات بدهم يشتروها. The family is excited، إنه العائلة متحمسة. رح أرجع أقرأ لك إياها كمان مرة يا حبايبي، يا تاني يا تالت عفوا. Stella's mom and dad are planning a summer trip. The weather is warm. It is perfect for a trip. Their plan to take the family on an African safari in June. They have some things to take on the trip and other things they will have to buy. The family is excited. هلا خلينا ننتقل يا حبايبي على الصورة الثانية، تمام؟ بحكي لنا ستيلا says surprised look mom there is a lion. There is a lion. The lion growls but not too fiercely. Does it want cookies? Ask Sarah. No way, shouts John. عفوا. Lions eat meat and not cookies. Look, it's eating some meat now. شو بتحكي يا مس؟ ستيلا says surprised، يعني ستيلا بتحكي وهي مندهشة. surprised معناها مندهشة. look mom، انه بتحكي لأمها تطلعي. there is a lion، انه هذا lion. the lion growls. growls معناها يا مس زئير، لما يصير يعمل يعني هذا الصوت اللي بيطلعه الأسد، مش بنحكي إحنا زئير الأسد، قاعد بزقر بزقر، تمام؟ but not too fiercely، انه مش بعنف، يعني ما قاعد بزقر بعنف إنه بده إشي أو معصب أو هيك، يعني بزقر عادي بيطلع الصوت الطبيعي اللي إله. إيش هو بقول؟ بتسأل هي يا تالت Does it want cookies؟ إنه هو بده الكوكيز اللي هو الكوكيز الكعك هذا. هي بتسأل Ask سارة، يعني سارة بتسألهم هو بده كوكيز؟ شو نط بحكي لها؟ جون بحكي لنا Shots جون، إنه سار يصرخ أو حكى هيك، يعني هو بصيح No way، يعني مطلقاً Lions eat meat and not cookies، إنه الأسد بوكل اللحمة ما بياكل الكوكيز. It's eating some meat now، إنه هيو قاعد بياكل لحمة هلا. رح أرجع أقرأ لك إياها. Stella said عفواً Stella says surprised look mom there is a lion. The lion growls but not too fiercely. Does it want cookies? Asks Sarah.
Norway shuts June. Lions eat meat and not cookies. Look, it is eating some meat now. هيك مثل نكون دربنا على. طبعا هي كتير ممتعة القصة إن شاء الله إنه إحنا رح نكملها مع بعض يا حبايبي. ديروا بالكم على حالكم. Have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله. Goodbye.